طبابة ألف مع سامي البيروتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من عيادتكم المسموعة، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من الأحد الخميس من الساعة 1 لـ 2 الظهر. كيف رح تتعرف على موضوعنا اليوم وكيف رح تسمع حلقتنا؟ رح تسمعنا أكيد من خلال الراديو، أو رح تحمل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور أو بلاي ستور، أو رح تزورنا على موقعنا على www.alifalifafm.com. للمشاركة معنا بطرح أي سؤال أو استفسار يخص موضوعنا اليوم، راح تتواصل معنا على أرقامنا 012-61-61-100 012-61-75-85. وأكيد كمان تقدر تشاركنا استفسارك من خلال الـ SMS على STC 85-1-0-4-0، موبايلي 63-1 وزين 70-13-13. اليوم رح نتكلم عن إصابة شائعة تخص تحديداً الجهاز الهضمي عندنا، وهذه الإصابة شائعة وفي كثير يعانوا منها تحديداً. رح نتكلم اليوم عن القولون العصبي، رح نتعرف على القولون العصبي بالتفصيل أكيد، إيش أهم أعراض الإصابة بالقولون العصبي وأهم محفزات القولون العصبي، لماذا نصاب فيه وكيف يتم تشخيصه من قبل الأطباء، والمفروض كيف تكون طبيعة الغذاء للمصابين بالقولون العصبي، وأكيد رح نتكلم عن العلاج والوقاية منه. تفاصيل كثيرة رح نتناقش فيها اليوم مع ضيفنا في طبابة ألف الدكتور ممدوح عبد الهادي، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى السعودي الألماني في عسير. مساء الخير دكتور ممدوح. أهلا مساء الخير. يا هلا وسهلا فيك معنا من جديد في طبابة ألف دكتور ممدوح. اليوم موضوعنا عن القولون العصبي، إصابة شائعة نسمع عنها كثير، الكثير بيعاني منها، فخلينا اليوم نتكلم فيها بالتفصيل أكثر عشان إن شاء الله الكثير يستفيدوا من هذه الساعة بإذن الله. حقيقة أشكرك على الاستضافة وأحب أحيي المستمعين الكرام، سألنا الله أن يلبسهم جميعا ثوب الصحة والعافية بإذن الله. آمين يا رب. تمام، حلو. بالنسبة للقولون العصبي دكتور ممدوح، لما نجي نقول إيش هو بالضبط أو كيف يصاب به الشخص؟ حقيقة القولون العصبي أنا أقدر أسميه أو يعني اللي هو مرض العصب. القولون العصبي مع زيادة الضغوط النفسية والعصبية وارتفاع نبض الحياة والجري، كل واحد يجري وراء يعني مصالحه الشخصية ومعاملات وكذا، فصار هذا سمة من سمات العصب إنه مرض القولون العصبي. مرض القولون العصبي يعني بشرح مبسط عبارة عن حدوث اضطرابات في عملية الهضم والامتصاص. يعني الغذاء يأتي من المعدة للأمعاء الدقيقة، عندما يصل للقولون بيصير في اضطرابات في عملية الامتصاص، وبيخلي القولون في بعض الأوقات يعني خاصة في أنواع من الطعام نجي عليها إن شاء الله في الحلقة هذه، بتمتص كلها في الأمعاء الدقيقة، ما يفضل شيء من الله يكرم الجميع الفضلات تذهب للقولون للانتفاخ، فيكون القولون فاضي. تمام. وفي أنواع من الطعام بيدعم الانتفاخ للقولون، هذا ما يؤدي إلى حدوث الاضطرابات والأعراض المصاحبة للقولون. تمام. طيب إحنا كيف ممكن نعرف إنه مثلاً على سبيل المثال أنا مصابة بالقولون العصبي، إيش أهم الأعراض اللي ممكن تظهر علي أحس فيها وأستدل من خلالها إنه أنا مصابة بالقولون العصبي ومحتاجة أستشير الطبيب؟ حقيقة يعني القولون العصبي من الأمراض اللي بتحير المرضى وبتحيرنا إحنا الأطباء. تمام. عشان بيشبه كثير من أعراض أمراض القولون والجهاز الهضمي، ولكن عادة المريض القولون العصبي بيشتكي من حدوث انتفاخات في البطن، آلام في البطن، بيحس بعض أوقات إنه الخروج، وانت بكرامة والجميع بكرامة، يعني الخروج البراز
متقلب من الإسهال للإمساك مع خروج مخاط مع البراز. والجميع بكرامة خروج ريح كثير من المريض. تمام. هذه الأعراض اللي تكون في القولون. في أعراض أخرى واضطرابات مزمنة بتصيب غير موضوع القولون نفسه، يعني غير الأعراض اللي هي تكون خاصة بالقولون. يعني ممكن تكون أعراض مصاحبة أو مساعدة عوامل. نعم نعم نعم. تمام، ممتاز، جميل جدا. موضوعنا أكيد لسه مكملين مستمعينا اليوم عن القولون العصبي مع ضيفنا الدكتور ممدوح عبد الهادي، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. لكن بعد الفاصل أكيد رح أذكركم من جديد بأرقام التواصل معنا على 012-61-61-100 012-217-85-85، أو من خلال الـ SMS على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1 بوزين 70-13-13. فاصل بسيط وراجعين، خليكم مع السماع. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، مكملين موضوعنا اليوم عن القولون العصبي مع ضيفنا الدكتور ممدوح عبد الهادي، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى السعودي الألماني في عسير. راح أذكركم أكيد من جديد بطرق التواصل معنا لو عندك أي سؤال أو استفسار عن موضوعنا اليوم حاب تطرحه على ضيفنا الدكتور ممدوح. تواصل معنا على 012-61-61-100 012-217-85-85، أو شاركني استفسارك من خلال الـ SMS على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. طيب خلينا نتكلم كمان دكتور ممدوح عن محفزات القولون العصبي، يعني بما أنه هو اسمه قولون عصبي فهل هو يتصل اتصال مباشر في موضوع أن الواحد يكون ستريسد، معصب، متوتر؟ إيش طبيعة القولون العصبي؟ إيش الشيء اللي ممكن فعلا يحفزه ويخليه يشد؟ القولون العصبي طبعا التسمية هذه قد تكون نوعا ما خاطئة. هو طبعا زي ما يعني أسلفت سابقا اللي هي ضغوط الحياة. تمام. وطبعا بتخلق نوع من العصبية والارتباك عند الإنسان، ولكن القولون العصبي ولا الأعراض اللي بتظهر للمريض اللي عنده قولون عصبي بتأتي من الغذاء في الدرجة الأولى، يعني طبيعة الأكل. تمام. ايوه، وطبيعه الاكل، ففي انواع من الاكل زي البقوليات، زي الدهون، زي المشروبات الغازيه بجميع انواعها، التوابل، هذه بتثير القولون العصبي، وهي اللي بتسبب الاعراض اللي بتظهر عند المريض القولون العصبي. تمام. طبيعه الاكل بالاضافه زي ما تفضلتي لضغوط الحياه والضغوط العصبية عند الإنسان الآن في الحياة العصرية. جميل. طب لما نيجي نروح على الأسباب الإصابة بالقولون العصبي دكتور ممدوح، دائما برضو بيجي في بالنا أول شيء، هل في أسباب وراثية؟ هل المفروض لو في تاريخ عائلي عندي في العائلة مصابين بالقولون العصبي أنا راح ينتقل لي القولون، أو راح يكون عندي لهذه نفسها الإصابة؟ والله يعني إلى الآن يعني جميع الأبحاث ما دلت إنه في ارتباط جيني لمرض القولون العصبي، ولكن الواضح يعني في العيادة إنه كل مريض ذكر مصاب بالقولون العصبي يقابله 3 نساء مصابات بالقولون العصبي، فنسبة النساء تقريبا 3 أضعاف الرجال. أكثر. أيوة أكثر. نعم. هل في سبب معين إنه إحنا نصاب أكثر منكم؟ ما في سبب معين، قد يكون يرجع للهرمونات وطبيعة المرأة، يعني طبيعة الهرمونات والسايكل حق الهرمونات، دورة الهرمونات عند المرأة قد يكون له سبب في ذلك. تمام، ممتاز.
خلينا كمان نروح على الاسم اس على السريع، في مجموعه استفسارات وراح اذكركم كمان اكيد من جديد مستمعينا بكيف ممكن ترسل سؤالك او استفسارك على اس ام اس على اس تي سي 851040 موبايلي 663-1 وزين 70-13-13. في رساله تقول ايش تحديدا مكان القولون بالنسبه للانتفاخ البطن، يعني اي جهه يكون انتفاخ القولون في البطن من الاعلى من الاسفل، كيف ممكن الشخص يستدل من الانتفاخ؟ يعني عادة لو كده خيلنا البطن قسمناها بخط طولي وخط عرضي لأربعة مربعات، تمام، راح يكون دائما في المربع اليسار السفلي، المربع اليسار السفلي، يعني جهة اليد اليسار أسفل البطن، تمام، هنا تحديدا اللي هو نفس المكان برضو في المربع اليسار العلوي، يعني الجهة النصف الأيسر من البطن هو يكون في الانتفاخ. نعم. حلو ممتاز. خلينا نتكلم كمان دكتور ممدوح عن التشخيص، كيف يتم تشخيص القولون العصبي؟ إيش الفحوصات اللي بتتسوى للمريض ومن خلالها يعرف بإصابته؟ حقيقة يعني القولون العصبي الخطوة الأولى لمرضى القولون يعني لتشخيص القولون العصبي إنه إحنا بنستبعد الأمراض الأخرى اللي في القولون، يعني أغلب الأمراض اللي إحنا بنستبعدها واللي يعني بيكون أول شيء في يجي في بالنا إنه هو نستبعد الأورام بعد الشر عن الجميع، يعني أورام القولون، تمام، مرض الدزنتاريا المزمنة، التهاب القولون التقرحي ومرض كرونز، كل هذه بتسبب أو بتشبه أعراض القولون العصبي. فلو احنا قدرنا بالتحاليل الدم والاشعات والاشياء المخبريه ان احنا نستبعد هذه الاشياء ما يفضل عندنا القولون العصبي، فهو يعني التشخيص حقه باستبعاد بقيه الامراض اللي تصيب القولون. تمام ممتاز. مستمعينا من جديد راح اذكركم بطرق التواصل معنا، لو عندك اي سؤال او استفسار حاب تتواصل معنا اكيد اتصل علينا على 012-61-61-100 012-17-85-85 وأكيد تقدروا كمان تشاركونا من خلال الاسم اس على STC 851040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. في استفسار آخر على الاسم اس بيقول هل ممكن أن نضر مريض القولون العصبي أنه يأخذ الوجبات بحجم كبير، يعني هل حجم الوجبة ممكن يلعب دور في أنه تسوء حالته؟ هو غير حجم الوجبة نوعية الأكل، النوعية هي نوعية الأكل هي اللي بتلعب الدور الأهم خاصة لمرضى القولون العصبي، وإن شاء الله رح نأتي لاحقا على نوعيش الأكل اللي بيسبب واللي بيثير القولون وإيش الأكل اللي بيريح القولون. تمام ممتاز. أيضا في استفسار بيقول هل مريض القولون ممكن يعاني من يعني أعراض مصاحبة للانتفاخ وإلى آخره من دوخة وغثيان، هل ممكن تكون هذه أحد الأعراض أيضا؟ نعم 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 نعم، الدوخة والغثيان والقبول والصداع وسرعة ضربات القلب، كل هذه أعراض مصاحبة لمرض القولون. جميل جميل جدا. حلو، راح نكمل اكيد موضوعنا مستمعينا، لكن بعد الفاصل راح نكون اكيد معاكم في تواصل كمان لاستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على موضوعنا لليوم. خليكم مع السماعة. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف، أكيد مكملين موضوعنا عن القولون العصبي مع ضيفنا الدكتور ممدوح عبد الهادي استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. خلينا قبل أن نكمل موضوعنا كمان أقول لكم عن موقع رهيب صراحة، اللي هو موقع قيم دكتوري. طبعا موقع قيم دكتوري هو موقع مختص في تقييم الأطباء في المملكة العربية السعودية بحسب آراء المرضى والزوار، يقدم لكم خدمة سماع آراء الآخرين ويوفر عليكم عناء السؤال. لو تحب تقدم أكيد خدمة للمجتمع ادخل على موقع قيم دكتوري، سوي حساب أو سجل الدخول، ابحث عن الأطباء بالاسم أو اللقب
قيمهم، أضف تقييمك للأطباء. طبعا هذا الموقع موقع تقييم الأطباء في المملكة العربية السعودية زي ما قلت لكم، و راح تساعد غيرك من خلال هذا الموقع بأنه يختار الأفضل الأطباء في تشخيص حالته. فصراحة الموقع عجبني، عجبتني فكرته ورسالته. أتمنى من الكل أنه يكون يشارك في هذه الخدمة المجتمعية ويشارك في موقع قيم دكتوري. وراح أذكركم أكيد بطرق التواصل معنا لو عندك أي سؤال أو استفسار عن موضوعنا اليوم يخص القولون العصبي. تواصل معنا على 011-261-1100 011-271-85-85، وكمان تقدر تشاركني استفسارك من خلال الاسمس على STC 85-10-40، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. خلينا نتكلم الآن شوي عن طبيعة الغذاء الخاص بمريض القولون العصبي. إيش الأكلات المفروض يبتعد عنها، وإيش الأكلات أيضا بالمقابل المفروض يحافظ أو دائما على وجودها في وجباته. أول شيء دكتور ممدوح، إيش هي أهم الأكلات أو أهم أنواع الأكلات المفروض يبتعد عنها مريض القولون العصبي؟ طبعا الأكلات اللي هي بتسبب في طريقة هضمها غازات زي البقوليات. طبعا البقوليات طبعا في هضمها بتنتج كثير من الغازات اللي هي بتعمل انتفاخ للقولون. صح يا دكتور، انتفاخ للقولون الله يسلمك. بتسبب الاعراض. تمام. الغازيات طبعا كل المشروبات الغازيه، طبعا الشطه والتوابل الدهون هذه كلها بتهيج القولون. واكل ال يعني اللحوم بكثرة هذه كلها لأنها هي بيصير هضمها امتصاصها قبل ما توصل القولون، فيفضل القولون فاضي. ولما يكون فاضي بيتملى غازات وهو ما يسبب الأعراض للمريض. فالابتعاد عن الأغذية هذه طبعا بيريح المريض كثير. تمام. هذه الأشياء اللي بعد اللي ننصح المريض بالابتعاد عنها. طبعا بالإضافة إنه يبتعد عن التوتر، عن القلق، الاضطرابات النفسية. تمام. مضغ الطعام جيد، وهذه من الأشياء اللي دائما إحنا في العيادة أو أغلب الأطباء بيمشي يقولوها، يعني إنه هو إذا مضغ الطعام جيد بيصير جزء من الهضم داخل الفم فبيوصل الطعام للقولون بطريقة مريحة أكثر. تناول الخضروات والفواكه بكثرة. ليش؟ عشان هذه مليانة بألياف، الألياف ما تهضم إلين بتوصل للقولون. فلما توصل القولون بتملي القولون، ما بيصير في القولون غازات. أي أشياء فيها غاز فيها ألياف والأوراق الخضراء، كل الورقيات الخضراء سواء اللي هي بتأكل مطبوخة أو بتأكل في السلطة، هذه طبعا زي الرجلة، السبانخ، السلق، الجرجير، الكرات، كل الأوراق الخضراء، كزبرة، بقدونس، نعناع، هذه فيها كمية ألياف كثير. فهذا لما توصل القولون ما بتخلي القولون فاضي، فبتقلل الغازات وبتقلل الأعراض بإذن الله. جميل جدا. في استفسار على الاس ام اس بيقول هل القولون العصبي تأثير في اضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وتأخيرها عن موعدها؟ نعم نعم نعم، في ارتباط بذلك. يعني السيدات اللي بيعانوا باستمرار من اضطرابات في القولون العصبي بيكون عندهم اختلاف في موعد الدورة. نعم. جميل. واستفسار آخر بيقول في بعض الأحيان، هذا شكله استفسار عام، في بعض الأحيان تصدر أصوات من البطن شديدة تشبه الكركرة وتسبب لي الإحراج، وخاصة في الصباح قبل الفطور. دكتور إذا توضح لنا الأسباب اللي ممكن تتسبب في هذه الأصوات أحيانا المحرجة بالنسبة للكثيرين. نعم، اللي هي زي ما يعني قلت سابقا اللي هي الغازات طبعا بيصير كثير في القولون العصبي. طبعا ما حركه الجسم، حركه الانسان، الغازات بتتحرك من مكان لمكان مما تسبب اصوات واحراج كثير. نعم، وكثير من المرضى بيشتكوا من هذه الاعراض بصفه خاصه. يعني
وطبعا في كثير من المرضى طبعا بيعانوا من خروج غازات كثير من الكرامة، وقد تسبب لهم بعض الإحراج. طبعا هذه كلها من أعراض القولون العصبي. تمام، جميل جدا. خلينا كمان دكتور ممدوح أيضا نتكلم عن العلاج. دائما مرضى القولون العصبي بيسألوا سؤال مكرر، هل راح أتشافى من القولون العصبي تماما؟ هل المفروض أتعايش مع هذا المرض وأتعايش مع موضوع أنه لازم أعدل غذائي، يعني أعالج السبب تحديدا اللي هو طبيعة الغذاء؟ كيف طبيعة العلاج بالنسبة للقولون؟ والله شوف، أنا دائما أقول لمرضايا أنه القولون العصبي زي لما يكون أنت معاك واحد في البيت عصبي. يعني عادة العصبي هذا احنا نحاول قدر الامكان انه نحن يعني ما نثيره، نحاول الاشياء اللي يبغاها نسويها، الاشياء اللي ما يبغاها ما نسويها، على اساس انه نقلل من حدوث تشنجات وانفعالات والقولون زي كذا. في ناس عندهم قولون طيب وما هو عصبي وابن حلال، في ناس عندهم قولون عصبي، فاحنا نتعايش معك حسب نوع اللي عندك يعني وشدته. ايوه، فاحنا يعني القولون اللي عندهم قولون عصبي المفروض انهم ما ياكلوا الاغذيه اللي هي بتثير القولون العصبي. تمام. طبعا الاكل اللي هو الفاست فود، همبرجر وما همبرجر، اللي هو الان هذا انا اعتبره يعني الخطر القادم لاجيالنا. وهذه والله انا احب يعني لو تسمحي لي أن أدق ناقوس الخطر. تفضل. أكيد. للأغذية والمأكولات اللي هي السريعة دي بجميع أنواعها، هذه من الغازيات والشبسات، كل الأمور هذه اللي بتزود زيوت مهدرجة وكمية تشبع كبيرة في الزيوت، هذه لها ضرر كبير على الجهاز الهضمي بصفة عامة. طبعا الخضروات والفواكه والسلطات هذه من الأشياء المحببة للقولون وللقولون العصبي، ويرتاح كثير معها، فهي الغذاء رقم واحد. جميل. أنا حتى مرضاي دائما أقول لهم يعني أنا حديكم أدوية، فيه هي أدوية بتقلل من الأعراض، ولكن نقول 80% على الغذاء و20% على الأدوية. جميل جدا، حلو. في استفسار أيضا يقول، هل ممكن الأدوية أحيانا المستخدمة لعلاج أمراض أخرى من الممكن أنه تأثر على المريض أو مريض القولون العصبي تحديدا؟ هي طبعا في أدوية تأثر إيجابا، يعني في أدوية دائما اللي بأخذ الأدوية المهدئة للأعصاب، الأدوية المضادة للاكتئاب. الآن في الأبحاث الجديدة ثابت إن هي بتساعد المرضى حقون القولون العصبي بياخدوها. تمام. نعم. وفي طبعا أدوية، طبعا هي الأدوية بصفة عامة لها آثار جانبية، وتظهر تكون في المية آثارها الجانبية على الجهاز الهضمي، كغثيان، كاستفراغ، كآلام، كل هذه تقريبا جميع الأدوية اللي تأخذ عن طريق الفم بتسبب الأعراض. تمام، جميل جدا. رح نكمل أكيد موضوعنا مستمعينا مع دكتور ممدوح، ورح نكمل في تواصلنا معاكم، لكن بعد الفاصل، فاصل أخير من طبابة ألف، وراجعين، خليكم على السمع. طبابة ألف مع سامي البيروتي. يا هلا فيكم من جديد مستمعين طبابة ألف. أذكركم مرة أخيرة بطرق التواصل معنا لو عندك أي سؤال أو استفسار عن موضوعنا اليوم عن القولون العصبي، مع ضيفنا الدكتور ممدوح عبد الهادي، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. تواصل معنا على 012-61-61-100، 012-61-85-85، أو شاركنا من خلال الاسم اس على STC-85-10-40، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. أحد الأسئلة الموجودة عندنا على الاسم اسم تكرر أكثر من مرة دكتور ممدوح، يقول هل القهوة شرب كثرة شرب القهوة ممكن تأثر سلبا على القولون العصبي؟ ما في يعني أي أدلة بذلك، ولكن طبعا لها زيادة القهوة بتأثر على المعدة، عشان بتأثر على زيادة حموضة المعدة، وقد تأثر برضو على القولون. نعم، ولكن يعني ما في عندي
حسب علمي أشياء أكيدة بأسباب القهوة وتأثيرها على القولون. تمام جميل. بتأثر بصفة عامة على المعدة يعني. جميل جدا. خلينا نأخذ هذا الاتصال نقول كمان ألو مساء الخير. راح الاتصال. طيب خلينا كمان نرجع للإسم أسا من جديد. طيب خلينا نرجع للإسم أسا من جديد. في استفسار يقول هل في أدوية معينة المفروض مريض القولون العصبي أثناء تعرضه لبعض الأعراض ممكن يأخذها وتخفف من هذه الأعراض؟ نعم نعم في أدوية في أدوية اللي هي بتقلل من الغازات في القولون. وعادة في مرضى لقولون عصبي بيجي معهم إسهال فبتساعدهم أكثر, والسيدات بتساعد السيدات أكثر الأدوية هذه. تمام. في أيضا آخر استفسار معانا على الأس أم أس يقول هل ألو ألو معانا دكتور ألو معانا. طيب نشوف موضوع اتصال الدكتور من جديد مستمعينا, وأذكركم أنا كيف ممكن تتواصلوا معانا على 851040 موبايلي 663-1 وزين 703313. وكمان أكيد تقدر تشاركنا استفسارك من خلال الاس ام اس على STC 851040 موبايلي 663-1 وزين 703313. خلونا نشوف إيش قصة الاتصال مع الدكتور ممدوح, وحابين أكيد نسمع منه آخر جزء من حلقتنا لليوم عن بعض النصائح الموجهة بشكل عام الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي, واللي ممكن كمان كيف ممكن الشخص يقي نفسه منه. أعتذر منك دكتور ممدوح انقطع الاتصال. خلينا آخر شيء نختم حلقتنا بمجموعة نصائح حاب توجهها لكل المستمعين اللي بيسمعونا الآن عن موضوعنا اليوم وبشكل عام للحفاظ على صحة أكيد بإذن الله دائما. النصائح اللي أنا أحب أقولها لجميع المستمعين, الله إن شاء الله يا رب يبعد عنهم جميع الأمراض, اللي عنده قولون عصبي ولا عنده أعراض القولون العصبي يبتعد قدر الإمكان عن القلق, عن التوتر, عن الضغوط النفسية, الأطعمة اللي زي ما أنا قلتها اللي هي البقوليات, حمص, فول, فلافل, العدس, هذه بتسبب كمية كبيرة من الغازات, وهي هذه اللي بتسبب انتفاخ للقولون وتسبب الآلام. طبعا التقليل من مضغ العلك اللبان مضغ العلك واللبان بيخلي الواحد يبلع كثير من الغازات وبرضه بتسبب في انتفاخ القولون. المشروبات الغازية عشان تحتوي على كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون ويصبح غازيات يعني. بالضبط. مضغ الطعام جيد, وتجنب وأعيد وأكرر وحط عندها تحت 1000 خط الوجبات السريعة والوجبات الدسمة واللي بتحتوي على كميات كبيرة من البخارات والفلفل الحار. وأخيرا الإكثار من الخضروات والسلطة والفواكه والعيش النخالة, العيش اللي هو بكامل القمح يعني. تمام جميل جدا دكتور ممدوح, أشكرك كل الشكر لوجودك معنا اليوم في طبابة ألف, أثريتنا أكيد بمعلوماتك, يعطيك ألف عافية يا رب. الله يسلمكم, مع تمنياتي إن شاء الله للجميع بدوام الصحة والعافية, ولك أنت كمان يا عطيك العافية. شكرا لك دكتور ممدوح, شكرا لكم مستمعين على طيب الاستماع لحلقة اليوم. تحياتي لكل تواصلوا معنا أكيد من خلال الاس ام اس, شاركونا استفساراتهم لليوم. تقدر ترجع تسمع الحلقة من جديد على قناتنا في اليوتيوب على ALIF ALIF FM.
أكيد لقائي فيكم في ثبابة ألف جدد يوم الأحد بإذن الله بنفس الموعد من الساعة 1-2 الظهر، لكن الآن رح ألقاكم من جديد بعد موجز الأخبار في برنامجكم القانوني برنامج من حقك. كنت معاكم أنا سامية البيروتي، في أمان الله.